جيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة. وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة التي ستظل بعطاء وتضحية رجالها تدافع عن الوطن وتذود عن مصالحه العليا. كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسؤولية اجتماعية كبرى في توفير المناخ الملائم لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص وحب للوطن. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم لاعبي ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي 2022-2023 وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2022-2023 وأبطال بعثة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية فيتشي 2023، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنقاد الرياضيين والإعلاميين. بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة تناول الإنجازات التي حققها أبطاله على مر الأجيال ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية. وألقى اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذي تقدمه للارتقاء بالمنظومة الرياضية للدولة والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين، مشيرا إلى أن جهاز الرياضة بجانب مهمته الرئيسية وهي الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلي القوات المسلحة يعمل على إعداد واكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين في الألعاب الفردية وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى، وذلك من أجل تحقيق إنجازات مشرفة ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية والعالمية خاصة بدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم لاعبي ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية والحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات المختلفة، وعدد من قدام الأبطال الأولمبيين التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية والحاصلين على مراكز متقدمة في الفروسية، وأيضا الحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيدا بما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن الرياضة هي الطريق الصحيح لبناء القوة وتهذيب الخلق والترويح عن النفس، مؤكدا على أن ما حققه الأبطال الرياضيون هو موضع اعتزاز للقوات المسلحة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات.